تعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة بالتعاون مع جمعية نور للإغاثة والتنمية على تجهيز مركز الحجر الاحتياطي في بلدة خان أرنبة وتأمينه بالمستلزمات اللازمة لأي نزلاء محتملين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا. تقوم مديرية الصحة القنيطرة بالإشراف على تجهيز المراكز المعتمدة من قبل الجهات المعنية كمراكز حجر، وهي المراكز التي تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، مركز المعوقين في خان أرنبة، ويستوعب حوالي 14 سرير الجاهز، حوالي 7 أسرة إلى 10 أسرة حاليا، طبعا تمهيدا لوضعه بالخدمة عند الحاجة، بالإضافة للمراكز الأخرى التي وهي مركز فندق الضيافة أو الزوزو الذي وضع تحت تصرف المحافظة تمهيدا لتسليمه لمديرية صحة القنيطرة، إضافة لمراكز تتبع لمديرية تربية القنيطرة وهي المدارس المعتمدة لتجهيزها. تقوم الجهات المعنية حاليا بالعمل على تجهيز هذه المراكز تمهيدا لتسليمها لمديريات الصحة. تم تخصيص عدة مراكز حجر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مركز بحضر ومركز بجمعية المكفوفين في خان أرنبي. تم تكليف طبعا بالتنسيق مع جمعية نور بتجهيز هذا البناء اللي راح نشوفه طبعا لجمعية المكفوفين. طبعا في هناك نقص ببعض التجهيزات وببعض الأمور اللوجستية، سوف يتم العمل إن شاء الله على تنسيقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تواصل دائم لتلافي هذا التقصير. نحن استلمنا المركز الحجر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم عم نشتغل على تجهيزه وتظبيطه، إن شاء الله خلال فترة قصيرة جدا يكون جاهز لاستقبال الحالات المشتبه بها. إن شاء الله إحنا ما نستقبل حدا بهذا المركز، وإن شاء الله تمر أزمة الكورونا ونستطيع التصدي لها بفاعلية. تعزيز إجراءات الحجر الصحي وجاهزية كافة المراكز بطلب من مديرية صحة القنيطرة، وسيتم تسليمها لتكون تحت الإشراف المباشر لها.